بعام 2014 جوجل أطلقت الماتيريال ديزاين. حتى تتعرف على الماتيريال ديزاين بالتفصيل تدخل على موقع material.io. هذا الموقع راح تلقى به كثير من الأمور اللي تفيدك تخلي الديزاين مال الابليكيشن مالتك يكون بشكل أفضل بكثير. طبعا الماتيريال ديزاين به مجموعة أمور تخص الكولرز الايكونز إلى آخره، وبما أن الماتيريال ديزاين من جوجل والأندرويد من جوجل، فأكيد الأندرويد هو أول من يسوي سبورت للماتيريال ديزاين ويوفر لي التولز الموجودة في موقع الماتيريال ديزاين. لو تروح إلى الكومبوننتس راح تطلع لك هنا خيارات الـ All Components، Android، Web، Flutter والiOS. كل الـ Components اللي راح تلقاها هنا أنا ضمن حقل الـ Android هي متوفرة لك حتى تستخدمها ويا الـ Android Application. بالدروس القادمة إن شاء الله راح نتعلم كيف نجي نستخدم هذه الـ Components بشكل عام وشلون نستفاد منها بالـ Application الخاص بينا. كل اللي مطلوب منك في هذا الفيديو انه تروح الى ملف البولد.جريدل وتشيك انه انت عندك موجودة مكتبة الماتيريال اللي من جوجل ضمن الديبندنسي الخاصة بالبروجكت اللي انت تشتغل عليه حاليا. اذا كانت موجودة اوكي راح نقدر نبدي نشتغل. وعداها فنطلب منك شيء انه تروح الى قسم الديزاين هنا أنا. وفي هذا القسم راح تلقى تفاصيل كثيرة كالكالر سيستم، الألوان اللي اقترحها عليك، الكونتراست، شلون تحافظ انه عندك تكست على باك جراوند. اذا تقرأ كل هاي الامور بالتفصيل راح تحصل على UI افضل اذا انت تشتغل ماتيريال ديزاين مو ديزاين سيستم اخر، انك ديزاين سيستم اخرى تقدر تبحث عليها تكون مختلفة سوالف بيها. اللي احب انوه عليه انه الماتيريال ديزاين شيء مو ثابت، يعني احتمال كثير حنشرح امور بعد كم سنه راح تتغير لان الديزاين القواعد مالت الماتيريال ديزاين تتغير ويا الزمن. ابسط مثال لحظه تسجيل هذا الفيديو انا دا اسجله حاليا بعد يومين من جوجل ايو 2021 المؤتمر اللي اعلنوا عن تفاصيل جديده. اطلب على الموقع راح تركز انه دائما اكو كل شيء له ظلال، يعني عندك طبقتين من الفيو، هاي الطبقتين راح تكون طبقة مرتفعة فوق طبقة بيها elevation ويكون الاثنين هنا بنفس اللون ويكون ظل. حاليا ما صار يومين من اعلنوا انه اوكي بلشوا راح يتخلون عن مسألة انه يصير ظل وهذا الشكل يكون الباك جراوند بلون ويكون الايتم بلون. اشكال الشيبس اتغيرت، صاروا اضافوا اشكال شيبس اخرى مختلفة، اضافوا الدايناميك كلر اللي كلها لحد الان ما مذكورة حاليا، فلذلك كثير من الأمور راح تتغير. فحتى يكون التطبيق مالتك الشكل مالته عصري ومناسب للابليكيشنز الأخرى أنا أقترح عليك دائما material.io وتجي تقرأ التفاصيل الجديدة اللي تنضاف. لنهاية هذا الفيديو، شكرا للمشاهدة.